في ركن مسافة سنسافر إلى ولاية الطارف لنتعرف على المايسترو رابح بن عباس المستصلح للأراضي الزراعية من خلال اقتلاء الحجارة والقنابل ووضع مكانهما شجرة الزيتون، وبشعار المراسلون هم أبطال الصحافة يوقع لنا هاني عبد الله هذه المعزوفة. المايسترو عمي رابح تحدى الصعاب واستصلح أرضاً صخرية ليجعلها منتجة للزيتون فلاحية، يقتلع الأحجار الصخرية والقنابل الاستدمارية ويتباهى بزيت الزيتون المتصبب ما بين أصابعه. حاولنا يعني بمشيئة الله عز وجل نظفنا هذه الأرض من القنابل هذه كامل، وعوض هنا رب العالمين بهذا الخير هذا بالزيتون هذا يا يعني بالشجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، ولا النور تاع الزيت هو اللي ضوينا في الأماكن هذه تاع الاستصلاح اللي كانت فرنسا ترجم فينا بهذه القنابل هذه. أكثر من 20 من الزمن للإصلاح والتدليين الأرضي ولا يزال يكابد متجلد، هو كقسوة الأرض معاند لين طري القلب وصامد. أنا داخلين في الدميل فانتروا سيلافيت على الدميل فانتروا، وهاك تشوف صخور مازلنا قاعدين مازلنا نزيد نلمو، هاك تشوف ها مازلنا قاعدين نلمو فيها الصخور اللي عاودو خرجها مازلنا في الاستصلاح يعني، والحمد لله شوف الزيتون ربي يبارك وين ومازلنا نحيولها من تحت منها في الصخور هذه. هنا يعيش من خيرات الارض والدواجن والطيور وحيوانات تلاطفه وماعز، وزيت زيتون وخرفان لعوات الايام والشدائد. انا هنا استصلحت حوالي 10 قطارات غرستها زيتون كامل، جريت دمي طاحت صحتي تعبت يدي تفلقوا بالدم، ما نطلب حد شيء انا من سيدي الوالي، نطلب غير يعاونوني يديروا لي الكهرباء برك. المايسترو عمي رابح يدعونا جميعا مسؤولين والطلبة ومواطنين لزيارة متحفه المفتوح ليتحدث عن التاريخ وعن العمل وعن الألم والأمل.